الآن نتحول لاستكمال فقرات نقاط ساخنة، ونتحول كذلك مع هذا الخبر الذي نذهب إليه مباشرة للمملكة الأردنية، التي أصدرت فيها محكمة التمييز اليوم قرارا باعتبار جماعة الإخوان جماعة منحلة. عللت المحكمة قرارها بعدم قيام الجماعة بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون، وجاء في نص القرار أنه وترتيبا على ذلك فإن جمعية الإخوان المسلمين التي جرى تأسيسها عام 46 تعتبر منحلة حكما منذ هذا التاريخ، وتطبيقا لحكم المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لعام 53. المراقب العام السابق همام سعيد وعدد من قيادات الجماعة من بينهم زكي بني أرشيد وسعود أبو محفوظ قد طعنوا لدى المحكمة بشأن الدعوة التي رفعتها جمعية جماعة الإخوان القانونية متضمنة المطالبة بالأموال المنقولة التي كانت تسيطر عليها الجماعة. كما قررت المحكمة في قرار الحل أن جمعية الإخوان المرخصة عام 2015 ليست خلفا قانونيا لجمعية الإخوان المسلمين المنحلة قانونا، لأن الجمعية المنحلة ليس لها وجود قانوني أصلا منذ عام 53 بحسب ما قال حكم هذه المحكمة، وبالتالي فلا يكون الخلف لشخصية قانونية منعدمة منذ عام 53. الأستاذ محمود الخرابش عضو مجلس النواب الأردني والمحامي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف. أستاذ الخرابش أهلا وسهلا بحضرتك، ما هي التبعات القانونية المباشرة لحكم محكمة التمييز الصادر؟ شكرا. الحقيقة التبعات المباشرة أن هذه الجمعية أو جماعة الأخوان لم تتمكن من تصويب أوضاعها بحسب أحكام القانون، وبالتالي أصبحت جماعة تخالف أحكام القانون وعليها أن تنتهي حكما، طالما أن قرار المحكمة قد أكد بأن هذه الجمعية لا وجود قانوني لها منذ عام 1953، وبالتالي لم تستطع توثيق أوضاعها بما يتناسب ومتطلبات قانون الأحزاب وقانون الجمعيات الخيرية. وأشار القرار كما تفضلت من خلال المادة القانونية اللي هي رقم 12 التي أكدت طبعا بحسب قانون الجمعيات أن الجماعة من خلال الطعن بالدعوة باعتبار أن الحزب أو الجماعة التي تم تأسيسها طعنت بالدعوة وأرادت أن تكون هي الخلف القانوني لجماعة الأخوان المسلمين، لكن المحكمة بقرارها وبحيثيات القرار أكدت أن هذه ليست خلفا لجمعية الأخوان المسلمين، لأنه أصلا جماعة أو جمعية الأخوان المسلمين ما لها وجود قانوني من عام 1953، وبالتالي هي تمارس نشاطات غير مشروعة وأصبحت الآن بحكم القانون يفترض أن تكون محظورة. طيب أستاذ الخرابش بعد إذنك، يعني كيف يمكن قراءة هذا في ضوء قرار حظر الأنشطة الصادر من حكومة رئيس الوزراء الأسبق عبد الله النسور عام 2016 بحظر الأنشطة المرتبطة بالجماعة؟ كيف يمكن حظر أنشطة جماعة هي أصلا لا وجود لها من وجهة نظر القانون الأردني أصلا؟ صحيح أنه هي قانونيا غير موجودة، لكن واقعيا وعمليا الحقيقة هي موجودة. هنالك فرق بين الوجود القانوني الحقيقي وبين الوجود الفعلي على الأرض. الجماعة موجودة على الأرض وتمارس نشاطات، سواء كانت هذه النشاطات نشاطات اجتماعية أو إعلامية أو غيرها أو دعوية حتى. بالتالي الآن بحكم القانون أصبحت الجماعة خارج إطار القانون نهائيا، سواء كان إطار قانوني أو إطار واقعي أو عملي، وبالتالي إذا مارست أي نشاطات ستتعرض للمساءلة والمحاسبة في ظل هذا القرار الصادر عن أعلى محكمة نظامية وهي محكمة التمييز، باعتبار أن قرار القضاء هو عنوان الحقيقة، وبأن الطعن الذي تم تقديمه قد تم الصدور اكتساب الدرجة القطعية، باعتبار كما قلت أن محكمة التمييز هي المحكمة المرجعية العليا التي يتم الاحتكام إليها. نعم. وأيضا أشير أن الدستور الأردني أكد طبعا على حق الأردنيين بتأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية بشرط أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية ونظمها لا تخالف أحكام الدستور، وأكد على أن ننظم القانون طريقة تأليف هذه الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها. الآن قرار المحكمة وحيثيات القرار تؤكد أن هذه الجماعة لا وجود قانوني لها منذ عام 1953، إذن هي جماعة أصبحت محظورة بحكم القانون. أستاذ محمود، الجماعة على مستوى الممارسة السياسية منيت بخسائر عدة منذ عام 2015 والأعوام التي تلتها، في انتخابات نقابة المهندسين منيت بخسارة وكانت تسيطر سيطرة لا بأس بها على هذه النقابة تاريخيا، في الانتخابات البرلمانية لم تنل إلا عددا محدودا ومحدودا جدا من المقاعد المشكلة، وما بعد ذلك الضربة التي تلقتها من حكومة رئيس الوزراء عبد الله النسور الذي حضر كل أنشطة هذه الجماعة، الجماعة كانت تتآكل داخليا على مستوى الممارسة السياسية، هل كانت
بحاجة إلى هذه الضربة القانونية لتنهي كل الأمور، ولا المسار القانوني لا علاقة له بالنشاط السياسي على الأرض؟ لا، الحقيقة الحكومة أعطت هذه الجمعية، أعطت هذه الجماعة فرصة طويلة لتصويب أوضاعها، وبالتالي هذه الجماعة لم تقم بتصويب أوضاعها بحكم بموجب قانون الجمعيات والأحزاب السياسية وبموجب قانون النقابات أيضا. هي كانت تمارس نشاطاتها بالاستناد إلى إرث تاريخي باعتبار أنها كانت موجودة منذ عام 1953، والآن قرار المحكمة أنهى وجودها كما قلت قانونيا، وأنهى وجودها أيضا فعليا، لأن فعليا وواقعيا وعمليا، بحيث أصبحت هذه الجماعة الآن لا تستطيع أن تمارس أي نشاطات، وأي نشاطات تمارسها هي خارج إطار الشرعية وخارج إطار القانون، وبالتالي ستعرض نفسها وأعضاءها وكافة الأعمال التي تمارسها مهما كان نوع هذه النشاطات إلى المسائل القانونية، وبالتالي هنالك مرجعية قضائية يتم الاحتكام إليها. فيما إذا لو قامت هذه الجماعة بممارسة أي نشاطات أو بممارسة أي أعمال على أرض الواقع بعد صدور هذا القرار، يمكن للمرجعيات والجهات المسؤولة أن تقدم هذه الجماعة وجميع الأشخاص القائمين عليها والذين يقومون بأي نشاطات إلى القضاء، باعتبار أن قانون الأحزاب وقانون الجمعيات وقانون النقابات يحظر أي ممارسات خارج إطار القانون. نعم. الجماعة الآن أصبحت خارج إطار القانون، وأصبحت خارج إطار الواقع والمنطق، وأصبح وجودها مهما كان نوعه وتحت أي مسمى من المسميات وجود غير قانوني. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمود الخرابشة، المحامي وعضو مجلس النواب الأردني منضما إلينا عبر الهاتف.